أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية عمل تأثير الدبل تون، طبعا اللي هو اللون المزدوج مثل ما لاحظ بهذه الصورة، طبعا أو ممكن بهذه الصورة إذا لاحظ أن هنالك جزئين من الإضاءة أو إضاءة مزدوجة بلونين مثل ما لاحظ، وطبعا بهذه الطريقة مجموعة من الإضاءات، وطبعا ممكن تعطينا لمسات احترافية جدا أو ما يسمى بالألوان السينمائية. طبعا هنالك العديد من الطرق لعمل هذا التأثير، ومن ضمن هذه الطرق هي تأثير الموك أب أو الأكشن. وطبعا هنالك موك أب احترافي راح يتم إرفاقه مع هذا الفيديو، طبعا بإمكانكم تحملونه من صندوق الوصف. هذا الموك أب هو بلمسة واحدة ممكن يعمل لنا هذا التأثير. طبعا هذا هو الموك أب، هنالك مجموعة من الفلاتر، هذا 1 2 3 4. طبعا هذا هو التأثير هذا الموك أب الخاص بي، وهذا التأثير هذا الموك أب الخاص بي، وكل واحد حسب الإضاءة الخاصة بي. مثلا راح نفتح هذا الموك أب اللي هو هذا ملف الـ BSD. طبعا راح الاحظ في صندوق الطبقات مجموعة من الفولدرات، من ضمن هذه الفولدرات فولدر اسمه Replace Your Image، يعني استبدل الصورة. هنا نفتح هذا الفولدر ونفتح هذه الصورة، دبل كليك عليها ونضيف الصورة بهذه المنطقة. طيب مثلا هذه الصورة هي اللي راح يتم تطبيق عليها بهذه الطريقة. طبعا بعد ما نضيف الصورة نخرج ومن ثم يس. مثل ما نلاحظ انه اصبح عندنا هذا التأثير، تأثير جميل جدا واحترافي بنفس الوقت. ممكن نطبق على الصور حتى تعطينا نتائج احترافية.